بها القضايا التي يقومون بها. احنا نتراجع عن عقيدتنا، عن ايماننا بائمتنا، سادتنا، بقادتنا. بالعكس اليوم التشيع قاعد ينتشر في كل انحاء العالم. ها؟ ما اريد تسمعون الحمد لله الاخبار، وكل ما يزدادون يردون يشوهون سمعة التشيع وسمعة اتباع اهل البيت. واذا حتى قرأت الدمرداش الله يحفظه هذا المستشار في مصر يقول بأنه في مقابلة معه يقول يسألني بعضهم في الصعيد يقول لي لما كانت هناك مساحة من الحرية للإنسان لماذا لا ندرس التشيع ولماذا لا نتشيع؟ هؤلاء مساكين يصورون بأنه لما يحاربون بقتل 10، 20، 30، 100، 200 مليون خلاص يعني سكتنا؟ لا، زينب سلام الله عليها تقول لك كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولن يرحض عنك. احنا مع الوحي، احنا من مع الله عز وجل. انت الذي انه صحيح انت الان قتلت الحسين وثبتنا، لكن احنا ذكرنا باقي. تقول له الى الامام السجاد سلام الله عليه يوم 11 من المحرم تقول له سيبعث الله لهذه الاجساد من يواريها وسيأتون ويضعون على قبر ابيك علما يكون منارا للمهتدين. شوف قبر الحسين، قبور الائمة، السنة اقل تقدير 10 ملايين جاءوا لزيارة أبي عبد الله الحسين. وهي هاي المساء الآن أول أمس الذي كانت يوم 8 ربيع وفاة الإمام حسب ما ذكرت بعض الفضائيات 2.5 مليون زائر جاءوا إلى زيارة الإمام. ما جانا في التاريخ. نعم كانوا يروحون الناس من النجف تروح زياد، لكن مو بهذا. وفيهم من أهل السنة أيضا، والأعداء يردون يفرقون. الحمد لله ببركة أنفاس المرجعية وإرشادات أو توجيه. يقول السيد الله يحفظه لا تقولوا إخوان بل قولوا أنفسنا. صحيح أكو ناس دول مدفوعين لهم أهداف وراهم أعداء الإسلام يعملون هذا العمل، الإرهابيين وأمثالهم. آلاف الدولارات يطوهم تعال فجر نفسك، وحتى أنه تتغدى ويا رسول الله وتتعشى ويا الخلفاء. ها؟ لكنه الحمد لله سفينة أهل البيت وأتباع أهل البيت. أنا حدثني شخص كان في هاي نصف شعبان كان رايح من دبي إلى زيارة الإمام الحسين، يقول إحنا كنا جايين هم مشيا على الأقدام باللطيفية واليوسفية، كانت حادثة صارت واحد فجر نفسه وقتله ما ادري 28 واحد من اشقد. يقول انا سمعت باذن واحد يقول يا ليتني كنت مع هؤلاء. الى الان اكو ناس يتعطشون الى الشهادة في سبيل الامام الحسين سلام الله عليه. وجابر يقول ان نيتي ونية أصحاب الحسين على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. إحنا الحمد لله نيتنا كل واحد كان يستود في 40 أن يكون زائرا لأبي عبد الله الحسين. هسه دول الشيخون يسوون فن يسوون، لكنه مولانا من أنت اليوم الأعداء الإسلام ما خايفين من شيء إلا كما خايفين من الإسلام. وأنا أمس ذكرت في التقرير مفصل اللي دي خطط مهولة ومرعبة في المؤتمر بينته للقضايا على التشيع، ما راح يقدرون يسوون شيء أبدا، لأن هذا التشيع هذا المذهب حارس الله عز وجل وعين صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. يقول بهالأثناء وإذا قالوا لقد جهز عمك، يخاطبون جعفر، جهز عمك فقم للصلاة عليه.
من عمه أخو الإمام علي الهادي جعفر الكذاب. هذا كان شوية سلوك سلوك مو مرضي عند الأئمة سلام الله عليهم، وأحيانا ربما تصدر منه زلات، ومن أهمها الكذب، والكذب زلة كبيرة. يقول أنا سبحان الله قلت إذا وصلت الإمامة إلى هذا فقد استحالت، هذا مو أهل للإمامة، هذا الإنسان ما ماشي على خطة آباء أو أجداده. يقول بهالأثناء وإذا خرج صبي خماسي أو ثلاثي، يعني عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، جذب رداء جعفر وقال تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي، فوقف وصلى على أبيه ثم التفت قال يا أبا الأديان أين جوابات الكتب؟ يقول طلعت رأسا أنا بدون اختيار. أين الهميان؟ طلعت الهميان. قال له اخبرني بما في الهميان، وإذا قام يخبر بمفردات الإمام من هذا هل قد حق شرعي من ذاك خمس من ذاك زكاة، يقول ثم غاب عن أبصار الناس. هذا متى كان؟ يوم أمس، يوم 9 أو نفس يوم 8 من ربيع، كان ظهور الإمام بشكل علني الذي شافوه الناس، وفقط الشرطة وحراس الحاكم العباسي قاموا يدورون على الإمام، فغاب عن الأبصار ولم يره أحد. فهذا اليوم فالبارحة كان أول يوم من أيام ولاية الإمام سلام الله عليه، واليوم الثاني من ولايته، ونحن نعيش بظل رعايته، ننتظر ظهوره وننتظر أن ينشر العدل على ربوع هذه الكرة الأرضية، ونسأل من الله عز وجل أن يملأ بظهوره الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والسؤال الذي يطرحه بعض الناس متى يظهر الإمام؟ كثير من الناس يسأل بأنه شو وقت الإمام يظهر؟ قال ما أريد أطيل عليكم المقال لأنه شوي حارة وشوفكم تجون من الحار، وإن كان إن مدة طويلة ما أدري قد صار إنه أكثر من سنة ما شايفيكم، يعجبنا أكثر نبقى معكم نعيش وياكم، لكن هم أريد نضايقكم بالحر وأنا منكم زعل الطاية ما تجد بيته من الحار. زين نسأل من الله عز وجل أن يعجل ظهوره. يسأل بعض الناس سيدنا شو وقت يظهر الإمام؟ زين إذا ظهر الإمام أنت شو محضر للإمام الجواب؟ ها؟ الإمام ما راح يطلع هالشكل. أكو وراء حرب، أكو وراء دجال، أكو وراء سفيان. لعل الدجال المراد به القوى الموجودة. زين والسفيان القوى الداخلية يعني قوتان تحاربان الإمام سلام الله عليه. قوة خارجية يعبر عنها بالدجال، كناية مو رجل مو إنسان، والسفياني هم ليس بإنسان وإنما اتجاه الحضارة التي الآن جاي تحارب المسلمين. أعور الدجال بمعنى أنه كما يفسره البعض بأنه ينظر إلى الدنيا فقط لا ينظر إلى الآخرة. الحضارة الموجودة تمنتم يا حضارة، التوجه الغرب الموجود ينظر إلى الدنيا فحسب، وأكو شواهد على ذلك، لا ينظر إلى الآخرة. والسفياني وإنما هي يقول الإمام سلام الله عليه وهم منكم وفيكم، يعني مسلمين ولكنهم يحاربون إخوانهم المؤمنين. زين أنت الذي تسأل عن أنه ظهور الإمام متى، شو بحضر؟ مجهز نفسك، محبر نفسك بأن تكون من أنصاره وأصحابه والمستشهدين بين يديه، أو بس أنه تسأل؟ ومن أفضل الأعمال الإمام